هداف الدوري ب19 هدفا، لاعب بكل المقاييس، ولا طالما أربك دفاعات الخصوم بمؤهلاته الكبيرة. وعب كابتن خالد، خالد هذا الابرامي كان مراقب لباتيستوتا، وكان في يعني طول المباراه مجرى المباراه كان هو مراقب، كان يلعب العنف وياه، لكن حب يعطي نموذج تدريسي، اي بما معناه يعني لاعب مثل هذا اللاعب في مكان يعني ضيق جدا، انه يقدر يعني يشيل اللاعب من فوق ولا ينقل اللاعب الكوره من فوق راس اللاعب ويلعبها على الهواء. يعني طبعا خالد يمكن في هذه